كيدير 2420 والدواء موجود وما ما يعطيوش لنا كيعطيوه للناس اللي كيعرفوا بالمعرفه. حنا دابا انا مسمح وانا هنايا مسمح انا هنا كيجي واحد كيمد ليها الورقه من الفوق كيمد ليها الورقه كيقول ليها كيدوز وحنا باركين كيجي الاخر وحنا حنا شادين النمره كيجي الاخر كيجيبو دوز هاك دخل الورقه خلي الباب هو واقف الباب وبقى واقف الباب علاش تشد الورقه وتجيبها تدخلها لعند طبيبه شكون انت حنا ما كنقدوش ندويو السلام عليكم اسيدي انا مواطنه جيت لمشيت للسبيطار نتاع عندي طونسيون تيطلع ليا كناخذ الدواء دوزت عند مي كان عندي الفلوس دوزت عند طبيب اختصاصي خرج ليا الدواء هذا كناخذه ب 2424 من الصيدليه ملي كان عندي باش ناخذه كنت كناخذه دابا البارح طلع ليا الطونسيون 24 12 هيا صورها اخويا ملي هذا قالوا لي كتبوا لي مشيت للسبيطار تاع الحومه كتبوا لي هذه الورقه هذه هي فين هي قالوا لي انت مستعجلات خاصك تمشي للسبيطار تاع سبيطار مولاي عبد الله باش يعطيوك انت يديروا لك تحاليل ولا شنو يديروا لك باش نبقاو نعطيوك الدواء تجي لعندنا لهنايا نبقاو نعطيوك الدواء كل شهر ما تبقايش تشريه الدواء اللي خرج سيدنا كيعطيوه للشعب ملي جيت لعندهم لهنايا عبروا لي المره الاولى ها هي فين هي صورها عبروا لي المره الاولى لقاو عندي ها هي فين هي 17 على 12 ها هي 17 12 المره ودقوا لي واحد البره ما هبطش ما كان كذبش ها هي 19 12 المره الثانيه ها هي كاتبه هي الارقام راسها ها هي المره الثالثه عندك 18 20 ملي قلت ليها انايا صافي اختي تهديت من 8 الصباح وانا هنايا بغيت نمشي لعند وليداتي شنو غديري معايا قالت لي اختي انا ما عندي ما ندير ليك قلت لها شنو دابا اعطيني ورقه باش نبقى انا ما عنديش الدواء خصني الدواء اللي هبطوا ليا اعطيني الورقه نمشي لسبيطار مولاي عبد الله كما قالت لي الفرمليه في الاول جيبي لي الورقه باش ناخذ اعطيني الورقه باش ناخذ الدواء من تم قالت لي لا ما نعطيكش وعلاش ما عرفتش قلت لها انا غنمشي للاداره قالت لي سيري الاداره مشيت للاداره ما لقيت حتى شي واحد ملي سولت قالوا لي كيخدموا غير في الصباح للجوج وكيمشيو ملي خرجت في حالتي ساقطه على سميتو على الوضعيه انا طالع لي طونسيون ساقطه خرجت لقيت هاد المجمع هذا كيدويو الناس على حقهم زدت انا وبقيت كندوي وهذا هو اللي واقع دابا انا حتى واحد ما بغي انا 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 الطونسيون طالع ليا واش بغاوني تنبقى نقطع في حوايجي ونتسطى ونمشي نبقى نلح حوايجي في الزنقه هادشي راه منكر هادشي والدواء كاين مخرجو سيدنا كيعطيه للشعب وانا ما بغاو حتى شي واحد سميتو واش بغاوني نبقى نضرب الحجر محمد حنين فاعل جمعوي حقوقي طبعا ما وقع لابني وزوجتي يوم امس كان شراره رغم انه غادي يركبوا عليها بعض الاخوان ولكن تخاضت عنده واحد الميزه انني حضرت وعاينت الحاله اللي وقعت واللي ما غايقدر يكذبنا فيها حتى شي واحد كانت واحد المعامله سيئه من طرف واحد الطبيب مداوم المساله دابا راه عند المندوب وغادي يبقى منه داخل لا اله الا الله اما بالنسبه للموضوع ديال المستشفى احنا دابا الان كما كتشوف الفاعلين الجمعوي والحقوقيين خداو بزمام الامور انهم عيوم المراسلات وعيوم الاخباريات وعيوم الكتابات وعيوم الوقفات المتقطعه الان احنا كنتحدوا كاملين كفاعلين جمعويين وحقوقيين للطلب بايجاد حل جذري لهذا المستشفى هذا مستوصف كيسميوه مستشفى العار هذا مستوصف
الفرصه فقط. حنا بعد من هذا المنبر حنا كنحملوا المسؤوليه للمسؤولين الجهويين ديال الصحه ووزير الصحه ورئيس الحكومه. كل ما يعانيه الان المواطنين بالمحمديه سببه عدم وفاء السيد رئيس الحكومه بوعده بانجاز مستشفى ها النتيجه ديالو اخي الكريم. ولنا محطات دابا ان شاء الله راه ما بقاتش غير وقفات عاديه، احنا الان في صدد تنظيم وتحرير واحد العريضه غيتوصلوا لها يتوصلوا بها المسؤولين، ومن بعدها غادي ندخلوا نخرجوا للارض الواقع بقوه ان شاء الله. تحياتي اخي الكريم. واش كان شي لقاء اليوم مع السيد المندوب؟ طبعا كان لقاء السيد المندوب، كان لقاء استدعاني اعتذر للسيده ديالي شخصيا نيابه على 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 ذاك الطبيب، وقال وسمع من السيده عندي المشكل كما هو. اما فيما يخص رغم انه تلقى معايا المندوب الصباح، انا جيت كندد بما وقع بما يقع بالمستشفى. يعني هذاك الطلب اللي طلب مني المندوب كان من اجل الاعتذار وفهم الموضوع من من من, من السيده عندي اللي تعرضت لهذيك المعامله الغير الانسانيه. وحنا راه ماضون في النضال من اجل هذا الموضوع هذا. ولو حنا الناس اللي شتيهم هما الناس اللي ما كيتطلقش عليهم هذوك الاتهامات ديال كيبيعوا ويشريوا او كياخذوا او كيتغراوا او كيبتزوا او المصلحه الخاصه. هذو اللي شتيهم كلهم من شرفاء الفاعلين الجمعويين والحقوقيين، وما الحضور ديالهم الا ويؤكد ذلك. تحياتي للجميع خويا. من البارح اليوم تغير لانه كان مشرق البارح، ودابا راه هو تاع بدلوه جديد. وتحيه نضاليه لهذا السيد اللي يلاه فاق وبدل الرايه، راه كان مشرق، كانت مشرقه، هذا هو اللي تغير. وباقي ما دخلناش المستشفى باش اننا نعرفوا واش كاين شي تغيير. والتغيير غيقولوه المواطنين، ما غيقولوش محمد حنين ولا الفاعل فلان ولا المواطنين اللي غيقولوا واش كاين تغيير ولا كاين شي اصلاح. تحياتي اطباء الاخرين صراحه بالمعامله اللي تعامل معايا البارح. ولكن الموضوع حيت هو ديما متداول على المشاكل ديال المحمديه، ما غاديش نكون اناني وغادي نبغي نقول هذه الكلمه. انا شخصيا من الفاعلين الحقوقيين، يلا تفرغ دابا لهذا الموضوع. انا تحلت على التقاعد ابتداء من غدا، انا غادي نضم الاخوان ديالي باش انني نوقف على هذا الملف الحقوقي، وهو انجاز مستشفى جامعي لمدينه المحمديه. غادي نتقاتلوا عليه ان شاء الله باش ما كان، بالفوضى، بالادب، بالاخلاق، بالمراسلات، بغير ذلك حنا غادي نتقاتلوا عليه، ولو يعدوا بنا داك الشيء للسجن ان شاء الله. تحياتي استاذ. شكرا خالي، شكرا.